مرحبا بكم متابعي قناة الفلاحة والطبيعة. قمت اليوم بزيارة خفيفة إلى المزرعة. كان آخر فيديو شاهدتموه حول إضافة مادة حمض الهيوميك أو الصيد الهيوميك. كنا قد شرحنا يعني كيفية إضافته، المقادير، موعد إضافته وكل ما يخصه. اليوم سأشارك معكم هذا الفيديو للنتائج الباهرة لهذا المنتج. قبل كل شيء، إذا كنت أول مرة تصل إلى القناة يمكنك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي تصلك فيديوهاتنا بسرعة. كما يمكنك ضغط زر الإعجاب وترك تعليق يحفزنا أو فيه استفسار، وسنسعد بالطبع بالإجابة والرد عليكم في التعليقات، أو عمل فيديو خاص إذا كان الموضوع يستحق، أو توجيهكم إذا كان الفيديو هو موجود في القناة بطبيعة الحال، لأن القناة فيها الكثير من المواضيع والكثير من الإخوة يعيدون طرح الأسئلة بينما الفيديوهات والدروس موجودة. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. قلت هذه النتائج الباهرة لحمض الهيوميك. لاحظوا أصدقائي حجم الورقة، يعني تكاد تغطي راحة اليد. لاحظوا هذه الأوراق، يعني هي طبيعيا أو في العادة تجدونها هكذا، يعني أوراق مثلا هذه شجرة التفاح، في العادة تجدون الأوراق بهذا الحجم هكذا. لا تقولوا بأن الشجرة بحاجة إلى الحديد، فالنموات الحديثة في بعض الأحيان تظهر هكذا الصفراء ثم تأخذ اللون الأخضر، في حين أنه لم أضف مادة الحديد، سأضيفها بحول الله هذا الأسبوع، وسأعمل فيديو خاص يخص مادة الحديد أو شيلات الحديد للأشجار، المقادير، كيفية الإضافة ووقت الإضافة. قلنا حمض الهيوميك مثل الهيوميستار وغير ذلك، الكثير من المنتجات بعلامات متنوعة تجدونها في الأسواق بأسعار مختلفة، كل يختار ما يناسبه. هي مستخلصات عضوية خاصة بالأشجار بتغذيتها، خاصة من العناصر الصغر التي تحتاجها الأشجار في البداية لأفضل انطلاقة أو انطلاقة مثالية لأشجاركم، نستعملها في بداية الموسم. كما يمكنكم مراجعة الفيديوين السابقين، فيديوين كاملين حول الموضوع، فيهما كل ما يخص الموضوع من حيث الكمية والكيفية وموعد إضافة هذا السماد المميز. انتظرونا في فيديوهات أخرى، سنضيف بعض من الأسمدة وسنقوم برش بعض المبيدات، سنعمل معها فيديوهات يعني في الوقت، يعني مباشرة. كما تعلمون أصدقاء الفلاحة، قناة الفلاحة والطبيعة، أنا أتقاسم معكم تجربتي ويومياتي عندما أقوم بإضافة أي منتج، أو سواء مبيد أو سماد، أقوم بعمل فيديو مباشرة في نفس اليوم وأطرحه في القناة مثل هذا الفيديو، سترونه بحول الله هذا المساء أو غدا 2 جوا. مرحبا بكل المتابعين، أتمنى أن ألقاكم قريبا. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.